يا جماعة لازم أحمي كلاب، دي كلاب بالدنيا حر والشمس، يبقى لازم أحمو. أولا كنت صبر لازم يا جماعة، يا جماعة حمو كل الكلاب لازم تحمي. طلعهم كلهم يا سين واعملهم صوت. فاكر غضب؟ غضب هنا اهو يا جماعه، غضب على وجه الناس، غضب اهو يا جماعه. كده يا جماعة حموا كل الكلاب. هذا مريم نحن كمان نعرفه. كل شيء لازم احموه. طبعا يا جماعة درجة حرارة عالية النهاردة في الكلاب موجودين وخاسين الحرارة. نلاقي الكلب صايم معاك ازاي؟ مينفعش يخلي الكلب السوم يا جماعة، خلي الكلب يشرب بالعافية. تسيموه ازاي يا حرام؟ بالذات يا جماعة انا اسكي واقرص عشان انا اكل فعلا، عشان انا اسكي ده احب المية اهو. خلاص كده يا جماعه، ده ليكو كنت مصوريكو بيه، الليكو ده بتاعنا اشتريناه، ده جديد بتاع بابا. في كلاب ناقصه يا جماعه استعملتش، وشوف اهنو وحمو، اهنو وحمو. عايز تشتغل كلها جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.